من جهته اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كونوشينكوف الولايات المتحدة بتمويل أبحاث لتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا. جاء ذلك في وقت تواصل فيه موسكو عملياتها العسكرية للسيطرة على المدن الأوكرانية الرئيسة. تواصل وزارة الدفاع الروسية تحليل الوثائق التي سلمها موظفو المعامل البيولوجية الأوكرانية بشأن الأنشطة العسكرية والبيولوجية الأمريكية السرية على أرض أوكرانيا. ودرس الخبراء الروس في قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الوثائق المتعلقة بنقل المواد الحيوية البشرية التي تم أخذها في أوكرانيا إلى دول أجنبية من ممثلي الولايات المتحدة. إلى جانب ذلك، فإن المختبرات البيولوجية التي تم إنشاؤها وتمويلها في أوكرانيا من قبل البنتاغون كان الغرض منها إنشاء آلية للانتشار السري لمسببات الأمراض الفتاكة.